سجال بين نتنياهو ووزراء حزب البيت اليهودي واتهامات متبادلة بالفشل. عقب انتهاء أزمة التحريض على الجبهة في حيفا، ردود فعل متباينة في الشارع العربي. ويوم عمل تطوعي في مقبرة طاسو لحماية المقدسات الإسلامية من خطر المصادرة والبيع. شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية سجالاً بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء الليكود الذين انتقدوا وزراء البيت اليهودي عقب مشاركتهم بتظاهرة نظمها المستوطنون احتجاجاً على التصعيد العسكري الأخير على الضفة الغربية. وقال نتنياهو لوزراء البيت اليهودي نفتالي بنت وأيالة شاكيد بأنهم يقومون بعمل غير مرغوب به، مشيراً إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقوم بمهامها على أفضل وجه. وكان وزراء البيت اليهودي قد شاركوا في تظاهرة خيمة الاعتصام التي بادرت إليها مجموعات من المستوطنين قبالة ديوان رئيس الوزراء في القدس احتجاجاً على تصاعد العمليات المسلحة في الضفة الغربية. وكرر نتنياهو خلال الجلسة تصريحاته المتعلقة بإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية رداً على العمليات المسلحة وقراراته كذلك بشأن التسريع في هدم المنازل لمنفذي العمليات.